ربيت على عم الفات والعم الأول والعم الثاني ربيت انت لما ما تكون حاجة جديدة ما تعرف انا ما يكون دور دكتور انا دور في العباس ودور في هناك في مشان انا بايت فيهم هم يشنيهم العم الفات والعم الأول وشوف فيهم كاش استيري هو استيري تعلي التالي تانا انت وقتاش تشي العباية تشيها في المناسبات ولا كل عام تجدد العباية احنا نديروها احنا في اللحالة احنا ما نجد البول الول نديروها العباية صيف ونديرها في وقتها وقت وعادي وقت هذا لكن نديرو لما يعني لما يسقطوا عندي وقت لما العباية السعودية من السوق طبعا نحسن نحسن وتشري العباية لولادك تنبها قنطار نشري العباية لولادي ونمدها ونشلها ونلبها لولادي صغار ونشري لها جلابة يبقى من الكوبون يبقى جلابة يبقى نديرها 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 وجلابة احنا نديرها هدية ما من الحج كنروح